عشان السلطه والكلام ده الناس تقول لك الله ده من الصحابه اسكت وبتاع. فالفكره ان انت عندك خلط بين اصبحت تقدس التاريخ مش الدين، مع ان الذين صنعوا هذا الدين لم يقدسوا حتى كبار الصحابه، واخد بالك؟ دي نمره واحد. نمره اتنين ان ما حدش بيقرا للاسف، يعني في التاريخ الناس بتاخد بتتعلم تاريخ الملك فاروق عن طريق مسلسل، دي ما انا شايف ان دي مأساة. نفس الموضوع ما حدش بيقرا بالظبط اللي حصل، ولما تيجي تقول انه في الدولة الاموية مثلا ضربت الكعبة مرتين لاسباب سياسية، الكعبة اللي بنصلي ناحيتها اتضربت مرتين، فالناس مش عارفة لانه بيقعد يوم الجمعة او مرتين ثلاثة تحت رجلين شيخ، الشيخ بيقول له تاريخ الحقيقة في اوقات كثيرة ليس صحيحا، هو تاريخ معدل بحيث انه يوجهه سياسيا للحاجة اللي هو عايزها. المشكلة الثالثة انه كل الاديان تستطيع ان انت تقرأ منها القراءة الايجابية زي حضرتك وزي ما اللي عمل محمد عبده، وممكن تقرأ من نفس الدين قراءة سلبية. فالحل الحقيقة انا في رأيي هو انك انت تدافع عن القيم الانسانية وتبحث في التاريخ الديني وفي اصول الدين عما يثبتها وليس العكس. يعني بمعنى ايه؟ انت قلت له والله المرأة من حقها تعمل لانه تتعلم لانه كذا كذا، هيقول لك لا. طب ما بالظبط ده ما يقول ما معيدهم ده. لا انا بقى بقول لك معلش المرأة من حقها تعمل لانها بني ادم، نقطة. وانا عندي من ديني ما يؤكد هذا، انما لن اتخلى عن حق من حقوق الانسانية، لانه اللي بيحصل الناحية التانية هو برضو عنده ذخيرة. يعني مثلا علاقتك بالحاكم اللي غيرتها الثورة بالمناسبة، بكل سلطة مش بالحاكم بس، بمديرك في الشغل، بضابط البوليس، علاقتك اتغيرت من بعد الثورة. العلاقة دي ممكن تتقري مين وتتقري من، يعني ممكن تتقري اذا كان سيدنا ابو بكر يعني رضي الله عنه اول عمل اول دستور قبل قانون دستوري، قبل قانون دستوري بقرون، قال لقد وليت عليكم ولست بخيركم. اولا يعني انا كامير المؤمنين او ان انا خليفة انا مش احسن واحد فيكم، واعينوني، ده الدستور بقى، ده العقد، ده الشرعية الحقيقية، مش قال اعينوني ايه ما اطعت، اطعوني ما اطعت الله ورسوله فان لم اطعهما فلا طاعة لي عليكم، خلاص ده دستور، ده دستور. بعديها بسنوات قليلة في حصار سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه قال ايه بقى المفهوم هنا اتغير، قال ايه بقى، قال كيف، قالوا له امشي، وعلي بن ابي طالب قال له امشي، قال كيف اخلع قميصا البسنيه الله. شوف هنا المفهوم اتغير ايه في حوالي 20 سنة. ده الاولاني قال بيني وبينكم عقد ان انا امشي صح، لو مشيت غلط شيلوني. التاني قال لا اخلع قميصا ربنا اللي لبسوني، هو انت اللي لبستوني هنا. ثم يتغير المفهوم نهائيا بقى في لحظة توريث من المعاوية اليزيد. شوفوا بقى معاوية اليزيد حصل ايه، معاوية وهو ادهى العرب يعني عمل اوعز لاحد الناس يعني الموازي لايام مبارك لزكريا عزمي والمناظر دي، ها راح طالع كده فجأة وراح قايل ايه امير كده هاجع الناس وفي شيوخ العرب قاعدين، قال امير المؤمنين هذا اللي هو معاوية، فان هلك، العرب كانت بتستعمل هلك كأنه مات من غير اي مشكلة، احنا بالنسبة لنا لفظ قاسي، فان هلك، وراح مشاور على يزيد، فهذا ولمن ابى، لمن رفض، راح فتح السيف قال ولمن ابى هذا، فسكت الحاضرون وتغير التاريخ العربي تماما. شوف مفهوم السلطة، الكلام اللي انا بقوله ده اقل من 50 سنة، تغير من اقرب الناس لسيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول يا جماعة انا مش احسن واحد فيكم، انا بيني وبينكم عقد هعمل العقد والله نفذ، ما نفذتوش شيلوني لا طاعة لي عليكم، لواحد تاني بيقول الله انتوا تشيلوني هو انتوا اللي جبتوني، ده ربنا اللي اداني المنصب ده، لواحد تاني بيقول بقى لربنا لا ده بالسيف هو كده، واخد بالك؟ وبالتالي لا ده انا ادافع عن الديمقراطية واستشهد بسيدنا ابو بكر. انما لو انت جيت وقلت بحسن نية الاسلام بيقول كده، هتجد 400 واحد تاني يقول لك لا طب ما هو قال كذا وكذا وكذا. وبالتالي الاصل في تقديري ان تدافع عن القيم الانسانية وتستشهد بالقراءة المستنيرة للاسلام. لا هو في كذا موضوع مهم يا استاذ ايناس كالعادة. اول موضوع ان 30 يونيو يا جماعة
في تقدير انا طبعا ده وجهة نظري ما هيش يعني ان موجة ثورية كبرى من ثورة يناير هذه الموجة اشترك فيها المواطن العادي اللي هو ما يسمى بحزب الكنبة ولا ما بحبش التسمية انه هو المواطن السلبي واشترك عشان يتخلص من الاخوان واشتركت قوى ثورية او معظم القوى الثورية اشتركت واشترك ايضا النظام القديم ولابد ان احنا نتكلم بصراحة في هذا الموضوع ان هذا النظام القديم الذي حافظ عليه المجلس العسكري وحافظ عليه الاخوان المسلمين وحاول مرسي ان يتواطأ معاه ضد الثورة وان يخون الثورة مجددا كما خان الاخوان المسلمون مرة تلو الاخرى ولكن النظام القديم لم يثق في مرسي وبالتالي قرر ان هو يقلبه في وقت كان في مد ثوري حقيقي اللي هو بتاع 30 يونيو ضد الاخوان خلصت من الاخوان وجي وقت الحساب وده شيء طبيعي انا قلته على فكرة قبل 30 يونيو لمن يذكر انه هيجي وقت بعد الثورة وبعد الخلاص من الاخوان احنا كان قدامنا حاجز خلصنا منه في ناس عايزة تروح يمين وناس عايزة تروح شمال فلول النظام اللي موجود موجودة وعايزة تدفع بمصر الى الوراء وليس الى الامام عايزة تعيد انتاج نظام مبارك الذي هو سليم لم يمس للأسف من المجلس العسكري ثم من الإخوان ما حصلوش أي تغيير نموذج فضائيات كثيرة من غير تحديد أسماء هي مملوكة لفلول النظام السابق لعبت دورا حاسما في إزاحة الإخوان المسلمين وبعد ما أزيح الإخوان المسلمون ابتدت النبرة تتغير طب ما احنا كنا مع بعض ايه اللي حصل اللي حصل في واقع الامر ان هو عايز يزقك في اتجاه غير اتجاه الثورة عكس اتجاه الثورة الان تصوير ثورة يناير على انها مؤامرة ها وانه الثورة الحقيقية هي ثورة 30 يونيو وان كل ال 18 مليون من 20 مليون ده تقدير السي ان ان يوم 10 فبراير بالمناسبة وان 18 20 مليون دول كلهم خدوا فلوس ايه كل هذه الخزعبلات يعني ليه بقى وطلعوا ناس شغلتها انها تشتم يا دي مش عارف ايه وبتاع ويعني في فولكلور في الحاجات دي في شخصيات ما مش ممكن المواطن المصري كان يسمع عنها لولا بزايتها وبالتالي لا دي معركه لازم هتاخديها ودي معركه انا لم تفاجئني لان انت التركيبة بتاع 30 يونيو تركيبة عايز تخلص من الإخوان بس كل واحد ليه هدف بعد ما بيخلص من الإخوان فدي معركة ومعركة موجودة في الدستور دلوقتي يعني الحد الأدنى والحد الأقصى ما ينفعش تعمل حد أدنى من غير حد أقصى أنا آسف يا ما بنهزر لأن الحد الأقصى هو اللي هيعمل لك فلوس الحد الأدنى في العالم كله بس لو عملت حد أقصى هتخبط في مين تخبط في ناس كتيرة هتخبط في ناس كتيرة هتخبط في مستشارين بياخدوا 2 مليون هتخبط في كبار رجال الشرطة اللي بياخدوا هذه الحكومة انتقالية الدكتور حسام طبعا على عينه على راسنا وصديق عزيز واستاذ عظيم انما انا بتكلمش على اللي بيحصل في الحكومة بتكلم على اللي بيحصل في الدستور الخناقة دلوقتي في الدستور على هذا الموضوع الحكومة دي حكومة انتقالية بعد كده هتيجي حكومة منتخبة تاخد بالك وبالتالي كل اللي بتاخده حكومه انتقاليه هي حكومه انتقاليه مش اكتر من كده انما انت بتحطي دستور علشان يخلي البلد دي بلد محترمه روح شوف البلاد المحترمه انا هنا مش بتكلم انا دكتور وعندي عياده والله هجيب سكرتيرتي حديها 200,000 جنيه انت مالك انما لما تيجي في المال العام لا انا مالي لان هو مالي فعلا لان دي فلوس دفع الضرائب يبقى ما فيش دوله في الدنيا الحد الادنى مع الحد الاقصى غير محسوب مفيش كده مفيش روحي حضرتك شوفي فرنسا شوفي السويد شوفي الدنمارك شوفي النرويج شوفي امريكا شوفي انجلترا شوفي اي بلد اي بلد هناك علاقه بين الحد الادنى والحد الاقصى ليه لانه الحد الاقصى ده هيوفرك الحد الادنى لان انت لما تيجي تعمل تقول والله انا اللي هيتعين في مركز اعداد القادة اللي على الحد الادنى هيبقى 1200 جنيه هتجددي ان في واحد بيشتغل هنا بقاله 15 سنة بياخد 1100 هتعمل فيه ايه ما هو لازم يكون في فرق خلاص فده المفروض ياخد له 2000 و2000 طب هتجيب الفلوس دي منين انت كده هتكمل كل السلم من تحت لفوق الدنيا كلها بتجيب الفلوس دي من الحد الاقصى واخد بال حضرتك وبالتالي احنا لا نطالب لا بدعة ولا شيوعية ولا كلام ده اللي بيتعمل في الدول المحترمة كلها ما ينفعش تجيب حد ادنى من غير حد اقصى حد اقصى معناها ان انا لما ادي واحد 100,000 جنيه يبقى الحد الادنى كذا خلاص لما ادي واحد
في ناس بتاخد في الدوله. سيبك من المستشارين، مر مدير مصلحه الضرائب، مدير مصلحه الضرائب بياخد كام؟ 850. في النهايه، في النهايه معلش انا بقول لحضرتك دي معركه. المعركه الثانيه اللي اتكلمت عليها الاستاذ ايناس، اللي بقول لك في معركه بينك وبين النظام القديم، انا رايي يعني قايمه فردي مش 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 هي دي النقطه. النقطه ان انت تطبق القانون. لم يطبق القانون حتى بعد ايام المجلس العسكري. يعني بمعنى ايه؟ في حد اقصى للصرف كان في الانتخابات الرئاسيه، انا رحت كلمت شركات الدعايه عشان اعرف الحاجات اللوحات متاجره بكام. في الدوره الثانيه شفيق ومرسي الاثنين مئات الملايين الاثنين، خلاص انت عندك فيديوهات شفناها وعرضناها. الاخوان المسلمين بيشتروا اصوات، حلو. هل اللجنه الانتخابيه عملت ايه؟ الطعون اللي قدمها انت انا عارف ان انت مدعمي حمدين، كنت اللجنه الطعون اللي عملتها لجنه حمدين على ضباط عاملين انتخابات في الدوره الاولى وبتاع، لم تبت فيها اللجنه. في لجنه في الدنيا بعد سنه من اعلان الرئيس يتبين ان المنافس اللي هو الاخ شفيق مقدم طعون لم تبحث؟ مين اللي يقول كده؟ فين ده؟ بعد سنه ما قلت لي ان ده هو الرئيس جاي تبحث الطعون دلوقتي، وبعد ما بتبحث الطعون، طبعا انا ممكن اكون بدافع عن شفيق بس انا بدافع عن الحق، ها؟ لان ليه تداعيات خطيره. بعد سنه جاي تبحث الطعون، ولما تيجي تعلن نتائج طعون شفيق يقوم فيه اكتر من قاضي يحرج يتنحى انه عن اعلان النتيجه. طب انا اذا لم اثق في هذه اللجنه، واذا كنت انت بتعمل كده في الدوره الثانيه، مين اللي قال لي ان انت كنت صادق في الدوره الاولى؟ ما هي نفس اللجنه. ومين اللي قال لي ان انت كنت في الاستفتاء اصلا مظبوط؟ واخد بالك؟ والانتخابات الاوليه. ايوه هنا النقطه يا جماعه، القضيه تتعدى الاشخاص وتتعدى المرشحين. وانا اقول لحضرتك انت تدافع عن تطبيق قانون، لو طبقت القانون، انما طول ما احنا كده ايه اللي جاي لازم تدافع عن تطبيق. لا ما هي نفس، اسمح لي، انت عارف حضرتك انه بيحقق مع السيد رئيس، يعني في اتنين اتبهدلوا رؤساء جمهوريه فرنسا، جاك شيراك اشيع انه خد حقائب فلوس من رؤساء أفارقة، اتعملت له فضيحة مشهورة جدا اسمها الحقائب الأفريقية، وراح المحكمة وتشحر. اه؟ و ساركوزي بقى حظه أسوأ، لأنه الحد الأقصى للدعم للفرد لحملة الرئاسة، ومفروض يبقى في حد أقصى 5400 يورو أفتكر، تمام؟ ففي ست اللي هي عندها أغنى ست في فرنسا اسمها لوريال، اللي هي عندها بتاعة التجميل بتاعة لوريال، فاتهموه الاستاذ ساركوزي انه خد 100,000، خد 100,000 يورو او 150,000 يورو دعم الحمله الرئاسيه. فتم، خلي بال حضراتكم عقبالنا، تم حالته المحاكمه وتم تفتيش بيته. يعني انت في فيديو كده تلاقي عسكري بوليس، ده كان رئيس لسه من حاجه بسيطه، وبيخبط ساركوزي بيفتح بيقول له انا معايا امر النيابه اتفضل، بيقلب له المكتب وبيحرز الحاجات وبتاع. حظه اسوء في ان الست دي عندها 90 سنه، اللي هي صاحبه لوريال دي المتهمه بانها اديتها فلوس، وبنتها رفع قضيه حجر عليها لانها لم تعد في لاقتها الذهنيه. فساركوزي بقى عنده تهمتين دلوقتي، تهمه انه خد فلوس اكتر في فلوس الرئاسة، وتهمة استغلال الحالة الصحية. دي تهمة، دي جناية، يعني ان انت تجيب واحد مش مركز وتخليه يمضي على حاجة، تمام؟ احنا يعني انا عايز اعرف المرشحين دول، انا عايز اشوف حساباتهم في البنوك، معلش فلوسهم دي جابوها منين؟ بيصرف منين؟ عدا هذا يا جماعة، بغض النظر عن مين هيرشح نفسه، هنستأنف هذه المسرحية السخيفة، خلاص؟ يعني لو ما كناش هندافع على نظام ديمقراطي صحيح